بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2020، امتحان بكالوريا 2020، أقدم لكم تصحيح مفصل امتحان رياضيات باك 2020 شعب التقنية الرياضي الموضوع الأول والتمرين الثاني. إذن تبو مليح، إذن التمرين الثاني كما راكم تشاهدوا. الإطار تاعو باللون الأزرق، إذا نعتبر المعادلتين 639، لنا ننتظر قسط من الوقت لقراءة نص التمرين. إذن قلنا الموضوع الأول والتمرين الثاني. الإطار الأزرق، الإطار اللون الأزرق. إذا نبدأ في تحليل هذا التمرين، نبدأ في حل هذا التمرين ببركة من الله. إذا كما راكم تشاهدوا، السؤال الأول جد القسم الأكبر المشترك للعددين 693 و 216. إذن هذه الطريقة، عندك 693 نقسمها على 216 نلقاو 3، باقي القسمة هو 45، ومن بعد 216 نقسمو على 45 هي ربع القسمة نتاعو، ولكن باقي القسمة 36، ومن بعد 45 نقسمو على 36 باقي القسمة 9، ومن بعد نقسمو 36 على 9 الباقي القسمة هو 0. إذا لهنا 9 هو القاسم المشترك الأكبر لهذا العددين هو 9. لنا مطلوب منا واستنتج أن المعادلات 1 2 وواحد أ واحد وأ اثنين متكافئتان. كما راكم تشوفون لهنا هذه نقدر نحولها إذا اعتبرنا 9 كعامل مشترك. إذن هذا المعادلان متكافئتان، إذن هنا اثنين ثانيا تحقق لنا الثنائي الثنائية 2 3 حل المعادلة واحد تماما. ما علينا إلا أن نعوض إكس
بالقيمة نتاعو 2 و يجراك بالقيمة نتاعو 3، حصلنا على النتيجة 738 الموجودة في نص التمرين. إذن حل للمعادلة او 2، وهذه هي المعادلة مادام عندنا 2 و 3 هو حل من المعادلة، إذن اكتبوا هذا الكتابة وهذه الكتابة إنها صحيحة، إذن لكن نشرنا هذه المعادلة. وش نلاحظوا لهنا؟ لاحظوا أن العدد 24 أو 24 يقسم 77 ويقسم إكس ناقص 2، فهم؟ ولكن هو يقسم إكس ناقص 2، إذا العدد 24 يقسم 2 أي إكس ناقص 2 هو 24 مضروبة في ك كعدد طبيعي، و إكس يساوي 24 ك زائد 2. العدد 77 يقسم إكراك ناقص 3 أهو. الكتابة المناسبة هي إكراك ناقص 3 هي 77 مضروبة في ك، ك هو عدد طبيعي، و إكراك إذن هي 77 ك زائد 3. إذن الحل العام المعادلة أو 2 هو الثنائية 24 ك زائد 2 الفاصلة و 77 ك زائد 3. السؤال الثالث، جد ثنائية إكس إكراك حل المعادلة 2 التي تحقق إكراك ناقص إكس كقيمة مطلقة أقل أو يساوي 24 54. لنا نعوض إكراك وإكس اللي لقيناها سابقا، بعد التعويض نتوصل للمتراجحة هذه 53 ك زائد 1 كقيمة مطلقة أقل أو يساوي 54. باه نحقوا هذا المتراجحة لازمنا ك يساوي ناقص 1 0 و 1. من أجل ك يساوي ناقص 1 الثنائية هي ناقص 22 وناقص 74. من أجل ك يساوي 0 الثنائية إكس إكراك هي 2 3. من أجل ك يساوي 1 الثنائية هي 26 و 8. فيما يخص السؤال الرابع، أن هي بيتا 6 8 ألفا في نظام ذي الأساس 9، اكتبوها بهذه الصفات لأن كتبت بالقلم الأحمر الأساس، هذا هكذا تكتب. إذن أن هذه هي القيمة تاعو. وفيما يخص أن ثاني هي 1 ألفا بيتا 0 ألفا في نظام ذي الأساس 6، ونكتبو الأساس خرجو باللون الأحمر. عندنا أن هي 1296 زائد 217 ألفا زائد 36 بيتا. العدد هو نفس العدد، إذن هذه العبارة تساوي العبارة هذه، وفي النهاية عندنا 693 بيتا ناقص 216 ألفا يساوي 738، وهذه المعادلة وجدناها سابقا في السؤال الأول. والحل لهذه المعادلة ألفا يساوي 3 وبيتا يساوي 2. إذن كيف ننتقل من هذا كيف أن هذاك بعد التعويض لهذا العبارة هذه العبارة وهذا العبارة نتوصل إلى 2019، وكذلك العبارة الأخرى التي تساويها هي 2016. إذن العدد N في النظام العشري هي 2019. وانتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تشاركونا في هذا القناة من أجل أن نرسل إليكم الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.